بالأول كانت ساحة البرج، ساحة الشهداء، ساحة المقاهي، ساحة السينمات، ساحة المثقفين، ساحة المشردين، ساحة النساء البائعات الهوى، كانت ساحة كل لبنان وكل العالم العربي. الآن لم يبقى فيها شيء إلا السيارات، حتى لم يبقى فيها شيء يدل على أنها كانت ساحة البرج. تاريخ ساحة البرج عم يمحي مع العمار والأبنية الجديدة، والسواح بس يزورونا ما بيشوفوا إلا وجه واحد لبيروت، وجه دايماً بيتجدد وبيجمع مختلف الأديان. Seeing that sort of part of life change, because what you thought was good 500 years ago wouldn't have been there 1,000 years ago in some cases. So the world changes.